معلومات من مصدر موثوق، الكلام ده مصدر موثوق يعني شاهد عيان. احنا عندنا ناس بيمشوا جبر بيقولوا الجيش ده خد دباباته في البيبسي، في منطقة البيبسي. احنا زمان في منطقتنا هنا ما بنسمع اشتباكات المدرعات دي، لكن المدرعات دي بعد ما انفتحت الكلام ده من تاني العيد الاضحى، تانية العيد، تالتة العيد، رابعة العيد، كان في اشتباكات عنيفة. الاشتباكات دي الجيش وصل فيها لليرموك يا بكري، لليرموك. شفت التقاطع بتاع طرمبة ماسيو 8 الشجرة؟ الجيش وصل الحتة دي كلها، مشط ورجع تاني. امبارح الجيش ده، ومن اول امبارح الجيش ده خدت دباباته دي داخل البيبسي. ده استعداد، الكلام ده كان قباله يا بكري، مزامل للحاجة دي. كان قباله في ضرب شديد جدا جدا بمسيرات وبمدفعية لأول مرة جنوب الخرطوم تشهدها. أول شيء أنت بتكون سمعت بضربة السوق المركز الصينية، بتكون سمعت بضربة السوق بحي ساطور، بتكون سمعت بضرب سوق الفواكه. دي أثرت عليهم تأثير شديد، خلتهم يتراجعوا. جو وين يا بكري؟ جو القضيب. بيجوا قاعدين وين؟ في المحمدية في 26 الأسري، وين؟ مع القضيب، مع شارع الهوى في المنطقة دي. الآن النازل كل مرة جاي منسحبين. أما موضوع الصحافات والامتداد والديم، المناطق دي فاضية، النازل متمركزين داخل في العمارات. العمارات دي كان فيها، وأنا عندي صاحبي اسمه وائل اتحرك من هنا من منطقتنا دي، من هنا مشى ليه الديم، من الديم دخل العمارات. قال والله يا اخواننا بيوت العمارات دي ما انسرقت زي السرقه حقت مناطق جبره والاسري والكلام ده. انت ذاته قلنا ليه خد دخلك شنو؟ قال والله انا دخلت وطلعت، لا عماره لا عمارتين، النازل ما في، بيمشي بيلقى بس حاجات معلقه، دريبات، حاجات معلقه في الشجر جوا البيوت، بيوت دي وسخانه، استعمال سيء، ما في زول. طبعا النازل كانوا جو قعدوا بيأسرون وبيقوا مغادلين بيأسرون وسكنوا. الان الحاجه دي ما في. تاني حاجه يا بكري، احنا زمان بداية المعركة دي يا بكري في اليوم بنشهد أكتر من، بتمر علينا بس دي بنشوف يعني في شوارعنا جوا، بيمر علينا أكتر من 600 موتر، أكتر من 500 عربية. الآن الزلط أنا ممكن أقعد فيه 3 ساعات، الزلط ممكن أقعد فيه 3 ساعات ما تجي فوق 20 عربية. النازل من ناحية انتهوا من ناحية النازل. الجيش شغال يا بكري، الجيش شغال، نعم اي هو في بطء، والكلام ده من اول وهله، من اول وهله البرهان ده قال، وقال يا اخواننا نحن شغلنا ده حيكون حفر بالابره. بعدين يا بكر يا اخي، شنو جبره وابو ادم والاسهري قصاد ام درمان وام درمان القديمه يا بكري؟ انت زول وضع الخرطوم شنو قصاد يا اخي؟ يا اخي انت بس عاين من المورده لحد ما تصل العرضة وتصل حي العرب وتصل واد نوباء. شوف شوف المنطقة دي قدر شنو، والسكن فيها قدر شنو، وعشان تخشها كيف؟ النازل كانوا قاعدين في الحتة دي. الليلة وين؟ الليلة في صالحة وفي غادي لكرور. المرقم منو؟ مرقم منو؟ مرقناه نحن، مرقون الجيش يا بكري. حربي شغالة، الجيش ده شغال يا بكري، بس المسألة دايرة صبر. انا اصلا ما دايرك يا بكري تشكك 1% انه الحرب دي امدها طويل. الحرب دي اصلا ان شاء الله امدها ما طويل. والان هم بيبحثون، شايفين في عيونهم، بيقول لك يا اخي ماله البرهان ما بالسلام ليه؟ البرهان ما داير السلام ليه؟ في زول متمكن بيقول الكلام ده الليله صباح الليله. احنا عندنا واحد من الجايزين دي الجماعه اللي بيجمعنا، خدينا شاي في الشارع، شرب معانا الشاي، قاعدين في الشارع يعني ماشي، تفضل تفضل قاعد تشرب الشاي بيتكلم. نحن مسيطرين على 70%، ونحن انا قلت له يا اخي انتوا مسيطرين على 70%، تعالوا دولتكم تعملوا شنو؟ انتوا ما قادرين تعملوا حاجه. بعدين يا بكري هسه يا اخي النازل لك اللي غلبهم، والله يا بكري النازل وصل مرحله بيقول لك ارضا عيش، تجي شايل العيش في الشارع انت من بيتكم مثلا ماشي، بيقول لك ارضا عيش، خدت العيش عشان هو يشيله بس سلاح. بكري النازل يا اخي تعب وتعب شديد في هركويد، الناس تعبت تعبت تعب 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 الموت. بنشوفهم في العيادات، عيادات اللي بيتعالجوا فيها المواطنين هم بيتعالجوا فيها، بيشكوا بيقول لك الليلة ليه حقنة الملاريا ب 15000، احنا نعمل شنو؟ شوف ده كله النازل، الروح القتالية انتهت. بعدين الحاجة الأكثر، تحول المقاتل إلى تاجر.
الآن النازل كلهم لجوا للتجارة، يمشوا يجيبوا من كوست، يمشوا يجيبوا مثلا يقول لك نشيل فحم بصل من هنا نودي ما عارف النيل الأبيض القطينة، ومن القطينة نجيب فحم، بيقوا شغالين كده بعربات الناس، ينقلوا الناس مثلا نوصل كل حد سوق ليبيا بالمواصلات، يشيلوا الناس مثلا بالمواصلات يودوهم مدن، الناس شغالين كده شغالين كده ما عندهم حاجة، والله يا بكري ما عندهم حاجة. وإن شاء الله الموضوع ده بيحسن، ما تخشك ذرة من الشكل. النازل من ناحية السيطرة ما في سيطرة، في فوضى حاصلة، دي فوضى. يعني النازل الآن موت في بعضهم كتير يا بكري، موت في بعضهم كتير كتير جدا، لا واحد لا اثنين لا ثلاثة، بيموت النازل في بعضهم كل صباح بيموتوا في بعضهم. السلام عليكم عزيزي بكري، كيف أخبارك وصحتك وأمورك يا أخي؟ الأخبار شنو؟ والله يا بكري طبعا انت امبارح سألتني سؤال في الجروب، طبعا الجروبات دي بقى فيها هوا يا بكري، ما كل الجروبات بالذات لزول متواجد هنا في الخرطوم، لو لاحظت حتى انا الرسالة رسلتها سحبتها، يعني ما خليتك عدد كتير كمان تكون سمعتها انت بس. والله يا بكري انا دار اقول لك حاجة، ما انتوا قاعدين برا ونحن قاعدين في نص المعمعة وشايفين بعين الحاصل شنو. اول حاجة يا بكري، الانتشار لا يعني السيطرة، اي ممكن هم يكونوا منتشرين لكن ما مسيطرين، بدليل. قول لي يا محمد كلامك ده دليله شنو يا بكري؟ الناس زي الان هم قاعدين جوا بيوت الناس، جوا الزقاقات، جوا الشوارع. الان الاستراتيجية المستخدمة الجيش دي فهمناها نحن متأخرة حاجة، وبعد اجتهاد نحن اجتهدنا، نحن ما قاعدين هنا ما قاعدين نعاين ساي، برضو بنبحث ليه الجيش ده بيعمل كده، ليه بيعمل كده، ليه بيعمل كده، ليه مخندق، ليه الناس دي يا بكره عشان يهاجموهم منطقه بعينها، منطقه اكس كده عشان يهاجموهم يلقوهم فيها، ما في. الناس دي الجيش شغال معاهم بسياسه اسمها سياسه الجمام، بمعنى شنو يا بكري؟ استناهم يتلملموا هم اللي يجوا يهاجموا، هم اللي يجوا يهاجموا، يا هدي بقت تأثر على السياسه الناجحه مع الناس دي. بعدين يا بكري الناس دي انا ابشرك، الناس دي ما في، ما تسمع الزوبعة والكلام الكثير الآن الموجودة دي، الشلة بتاعت صعاليك من أفريقيا زائد صعاليكنا اللي قاعدين هنا زائد الناس الدول الجوار، شكرا يا أبو زيد كتر خيرك، زائد الناس جيراننا دي. أما بخصوص موضوع جبر بالتحديد يا بكري، بسم الله الرحمن الرحيم، الأخ الكريم تاج الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بحق وحقيقة تاجر للدين وتاجر للوطن، تاجر للحق وتاجر للصدق وتاجر لكل خير. يعني نحن والله كشعب سوداني حاجة واحدة، والله بكل صدق وأمانة أنا في الحديث قاعد أتكلم، ما قاعد أزيد ولا كلمة، بقول الواقع المجرد. الناس خش من أكثر من 3 جهات، والناس والله إلى ربنا تبارك وتعالى داير ينتهي منهم، لكن أنا ما قادر أفهم ذاته. ناس يعني زي الجراد اللي بس بيجي بيخش في النار المولعه في الامسيه بس، والله يجي يعملوا فيهم عمليات ما تتخيلوا. وكمان الطيارات الجديده دي اشتغلت شغل فيه ما تتخيلوا، وكمان استخدموا السلاح الجديد بتاع الدرون ده قطع الناس ده. وشوف في مجموعه كبيره جدا ب60 عربيه يتحركوا من الشمال جايين، التقوا بهم قوات مشتركه دمروهم وشالوا جسامينهم قالوا يدفنوهم، كمان الطياره جا مسحهم. والمجموعه الاخيره اللي هو خش الفاشر هسه الان ناو، انا قاعد اتكلم معاك ده، حاصرون في مستشفى الجنوبي، دخلهم جوا هناك والله قاعدين يقتلوا فيهم واحد واحد. يعني هسه انا قبل لحظات قاعد اتكلم مع مدير مكتب القائد العام، الله قال لي شيخ ادم هسه الناس محاصرينهم وما عايزين يطلع منهم زول واحد. الناس انا بتخيل لي ربنا طمس بسيرتهم، ومعنى ما عارف الناس ده ما يفهموا ما يعقلوا، يعني يجوا الليلة يضربون، بكرة يضربون، بعد بكرة يضربون، وينهزموا وينهزموا. لكن أنا هاجر فهمتها هم ذاته عايزين دايرين ينهوا الناس بالكيفية ده. يعني حتى القوات المسلحة والقوات المشتركة إلا لو عندهم رغبة دايرين يكموا الناس بهذه الصورة، لكن والله حاجة ما تتخيلوا على الإطلاق. يعني جسامين ده مجدوعة، الناس ده يا أخي حاجة ما تتخيلوا. يعني أنا شخصيا صحيح الانتصار حاجة كويسة، لكن يعني عدد الجسامين، يعني ان شاء الله اذا البترول بطلع بكثره موته بتاعت بشر، انا اخشى ما اخشى قريب ده الفاجر ده بطلع منها بترول، اذا بس بكثره الناس الموت اللي يموت اتباعا ده ان شاء الله بترول بطلع من الفاجر ده.
لكن الحمد لله رب العالمين احنا بس الهم الواحد اللي احنا عندنا الناس كلهم في المساجد، بالذات سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ده، السورة دي الناس تقراها يعني، لأنه الطيران ده الطيران اللي اشتغلت في اليومين ده في الفاشر، والله الطيارة زي اللي ما بتتخيلوا، يطرد عربية ده يمشي يضربه يلحق العربية الثانية يضربها بالطريقة، المهم جنجاوي ده خلاص يعني مسيرهم الفاشر ده خلاص، والله لو أنا